يقول الكاتب الفرنسي جاستون ميجو في كتابه الفن الإسلامي: لم تأتي أمة من الأمم في فنونها ما يضاهي العبقرية التي تتجلى في فن الزخرف الإسلامي. تمر صناعة الأواني النحاسية بين مجموعة من المراحل، فبعد صهر قطع النحاس القديم وإعادة تشكيلها وتلميعها، يأتي الدور على من ينقشون الرسومات والأشكال الزخرفية الجميلة. موقع لوتخواسونسواسونت يجري حوارا مع أحد الحرفيين من أجل معرفة مراحل زخرفة الأواني النحاسية والتحديات التي تواجه هذه الحرفة. هذه الحرفة اللي ورثنا على والدينا وجدود ديالنا، تعذبنا في باش نكتسبوها، ولكن الحمد لله دابا كاين واحد النتيجة. بالنسبة لهذه الحرفة هذه لقات الإقبال الحمد لله في هذا المعرض، هذا المهرجان اللي الحمد لله مهرجان كبير، وكاع الزائرين والزوار الحمد لله كلهم للإعجاب ديالهم هاد المنتوجات المعروضة. الحرفة ديالنا كي كتشوفوا حنا كنبداوها من المادة الأولية، هي النحاس أو المعدن. النحاس فيه أنواع، كاين نحاس أصفر وكاين الأحمر. كما كتشوفوا كناخذوا النحاس هكا وكنرشموه بواحد كنسميوه حنا الدابت، كنرشموا الحدود، وعاد ديك الساعات كنبداو نقشوا النقشه اللي بغينا. النقشه بزاف ديال النقشات اللي كيعبروا على التراث الاسلامي القديم، منهم هذه النقشه هذه. كاين نقشات واحده اخرى، بالنسبه مثلا النقشه هذه ديال الخلاله الصحراويه، بالنسبه كاين 16، كاين بزاف ديال النقشات. وكذلك ومثال بالنسبه للبراد البلاطو والمسائل ديال الديكوراسيون. بالنسبه للتسويق ديالها الحمد لله ضروري الحمد لله اي دار مغربيه كتلقى فيها هذا المنتوج، لان ما يمكنش تلقى شي دار مغربيه ما فيهاش البراد والبلاطو التريا لاباجور، شي حاجه اللي بتعلق بهذا المنتوج ديالنا. والحمد لله كاين اقبال، لا بالنسبه في المدينه ديالنا فين كنجو، ولا بالنسبه للمعارض اللي كنزورو. بالنسبه للثمن داكشي كيختلف على حسب الجوده، كاين مثلا البراد كيبدا من 50 درهم حتى ل 200 درهم 220 درهم على حسب الجوده ديالو والحجم ديالو. الحمد لله كانوا واحد المشاكل ديال التسويق، ولكن دابا بفضل المجهودات ديال الوزاره الوصيه ودار الصانع والناس المسؤولين على الصناعه التقليديه، الحمد لله بدينا كنشوفوا واحد شويه الرواج اللي كيساعدنا باش كنروجوا المنتوج ديالنا.